دكتورة مريم عياد، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. وتالي فرصة كده في الأول نسأل حضرتك عن الحضارة المصرية ولماذا هي الآن في بؤرة الاهتمام في العالم. أهلا بحضرتك، شرفني جدا أن أنا أطلع معاكي النهاردة في برنامجك. مليون رد يجوا في دماغي دلوقتي، ممكن عشان أقدم حاجة وعشان أكبر حاجة الأهرامات من عجائب الدنيا السبعة، والأولاد في العالم كله في المدارس في أمريكا وفي أوروبا مش بس في مصر بيدرسوا عن تاريخ مصر القديمة، فمن هما صغيرين قوي بيبقوا مهتمين أن يعرفوا إيه الحضارة دي، وساعات يجوا كسياح وساعات يبقوا من وهم صغيرين قوي عايزين يدرسوا عن الآثار وعن الحضارة بتاعتنا، لأن بيدرسوها في المدارس من سن 8 سنين و10 سنين من وهم صغيرين. طب هل حضارات العالم الأخرى بتلقى نفس الاهتمام؟ إلى حد ما في اهتمام بالحضارة الإغريقية جدا والحضارة الرومانية، بس الأهرامات عاملة سحر للعالم كله. يعني هل هي مقابر؟ هل هي ليه بانوا مقابر كبيرة كده؟ وإيه سبب أنه الحجم نفسه يعني هل توصلنا لإجابة عن هذا السؤال حتى الآن؟ لا الحقيقة ما فيش إجابة. يعني في حاجات لقوها جوه الأهرامات، أجزاء من توابيت، بس ما لقوش حاجة عشان ممكن زمان اللصوص دخلوا وسرقوا الحاجات في عصر قديم قوي.